عبد الله يقول أنه اغتسل يوم الجمعة بنية التنظف والاستعداد لصلاة الجمعة ولم ينوي الوضوء وذهب وصلى بهذا الاغتسال. أولا الصحيح أن غسل الجمعة هو غسل تنظف، ليس مثل غسل الحيض جميل. والجنابة والنفاس، هو غسل تعبدي لا يشترط فيه النظافة، وإنما إفاضة الماء على الجسد. وأما هذا فهو غسل النظافة في قول جماهير أهل العلم، فلذلك هو لا يجزي عن الوضوء إلا بنية الوضوء، أن إذا أفاض الماء على جسده نوى غسل التنظف ونوى الوضوء، لأنه جرى على أطرافه، والأولى أنه يتوضأ وضوءه للصلاة. فحيث لم ينوي في هذا وهو يعلم الحكم، الذي أراه أن يعيد الصلاة، صلاة الجمعة ظهرا ايه بعد أن يتوضأ. نعم.